alles gut. Heute beginnen wir den Unterricht mit Grammatik. Okay? Regeln schon mal Grammatik. Morgen können wir noch eine. Okay? Auch hier haben Sie bestimmte Artikel, die hier equal verb für Kinder. Stimmt ein Artikel, der Adjektiv mit Marifa. Ein einziges für Kinder ist auch nicht sehr, dass für Deutsch eigentlich das Essen passt nur die Kinder Tati. يعني لو مصري اللي هي مذكر او نيوترال المحيط او فيميلين المؤنث او بلورال الجمع بتتقسم ازاي؟ بقول ان المصري بتاخد دير والنيوترال داس الفيميلين دي والبلورال دي كل الكلام ده اللي بتسبق الكلمه بتاعتي تبقى ال في العربي ذات في الانجلش تمام؟ اي بعد كده ادخل على الانجلش ارتيكل اللي هي ادوات النجم ايه ام اشتريت الارتيكل دي ادوات النكهه اللي هي في الانجلش ممكن بشيل ده واحط ا او ان مظبوط وفي العربي بشيل ال ما بحطش مكانها حاجه طيب انا برده بتتقسم عندي بناء على نوع الكلمه لو مصري مذكر بتاخد اين لو نيوترال محايد بتاخد اين ولو فيميلين مؤنث بتاخد اين والبلورال منش الجمع ما بيتنكرش الجمع ليس له اداه نكهه نيجي بعد كده ادخل على النيجاسيون اللي هو النفي تمام النيجاسيون ده بلتي بي يقوم بيشتمت الارتيكل بلتي بي النكر على طول في المصري بلتي كاين والنيترال كاين الفيميل كاين والبلورال كاين يعني الاين دي بلتيها كاين احط كده بيها كاين تبقى كاين نفي اين على طول اوكي يبقى اول بلاقي في الزاكس بتاعتي اين بلتيها كاين بقيت اين دي نفيها كاين طيب والبلورال يا فرعون طيب البلورال هو ما عنديش فيه اداه نكرة بس طالما ما لقيتش عندي في الجملة أداة معرفة إذا بالنسبة لي هي نكرة عندي كلمات أو إيحاء الجمع زي ما كنا بنقول زي مثلا لو كلمة بروتشن بروتشن المفرد والجمع واحد طيب أعرفها منين لو قال لي فيلي بروتشن الكثير من الكايزر مثلا أو فنس بروتشن خلاص ما هنا إداني إيحاء الجمع هنسيه على طول بكايني تمام؟ Zum Beispiel, ist das ein Apfel? Hier die Tufäche? Nein, das ist kein Apfel. Man fehlt den Ei, kein Apfel. Ist das ein Ei? Nein, das ist kein Ei. Ist das eine Perle? Nein, das ist keine Perle. Dann zum Plural. Sind das Äpfel? Nein, das sind keine Äpfel. عندي هنا ده احنا كنا اخدناه وكنا عاملين قبل كده نص قاعده وقلنا ان ده بيعتمد على الحل بناء على حفظي للكلمه بالارتيكل يا ريت ان احنا نعمله نص قاعده اللي ما عملوش وتبعتوا لي على الواتساب عشان نصححه مع بعض تمام بعد كده هندخل على الفيرب كونجكشن تصريف الافعال احنا عندنا كذا نوع من الافعال اخدنا مثلا اول حاجه اول نوع عندي اللي هي المسج فيرب اللي هي الافعال المتصله زي ايه في خادم يشرب راوخن يحتاج راوخن يشتري المجموعه دي وغيرها كتير طبعا انا دي بس 25 بصرفها ازاي؟ احنا اخذنا الاسنار المهم بتاعتنا ايش دو ار اس زي فير زي كوز زي بلورال اي ايش انا تو انت ار هو اس للمحايد زي هي فير نحن وزي كوز قلنا دي بنعملها الاحترام وزي بلورال كتير انتم. كل بيرسونال بروم من دول بياخد نهايه في التصريف، الايش بتاخد ايه؟ الدو اس تي، الار والاس والزي تي، الفير والزي زي، اي ام، الاير تي. بشيل الاي ام من الفيرب بحذفها وابدا بناء على الضمير اللي عندي في الجمله ابدا احط النهايه بتاعتي. طيب كل الافعال المتصله بصرفها بالطريقه دي؟ لا انا عندي في حاجات مختلفه زي فيرب اربايتن يعمل فندل يجد ده تصنف هيشيل برضه قال لك لو اي فيرب جينا نشيل من عنده الاي ام دي ولقينا انتهى بحرف الدي او الدي بضع قبل النهايه مع الدو والار والاس والزي ايه زائد ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني لما اجي اصرفها هي بتطلع في بقي بتطلع ونطق اقول ايش اربايتن دو اربايت تيست تيست ايه اس تي اربايتت ايه تي
Fänden, نفس الطريقة. Ich fände. Du fändest. Er ist für sie fändet. Wir und sie, sie fänden. Ihr fändet. طيب. عندي برضه مجموعة تانية زي heißen, tanzen, heißen, يسمن, tanzen, يرقص. قال لك لو الفعل شلنا الـ AND ولقينا انتهى بالـ S اتسرق أو الـ اتسرق أو الـ S بحط T فقط بدلا من S T مع ضمير دو. ليه؟ لأن هي أوريدي بتطلع من بقي S. مش هينفع إن أنا أحط S تانية فقال لك ده بسهولة أن. طيب تعالى ندخل على الـ unregelmäßig. الأفعال الغير منتظمة. في زي عندي فيرب هابن وفيرب زاين. هابن اللي هو زي هاف وزاين هو فيرب تو بي. قلنا ده تصنيفه بيكون مختلف شوية. بيقول إيش هابن دو هافت إل اسم زي هات فير زي هابن إير هافت. دول بيتحذفوا. طيب لو هنتكلم على فيرب زاين إيش بين دو بيس إل اسم زي إيست Wir, sie groß, sie plural, sind, ihr seid. تمام. تعالوا ندخل على الاشتراكي فيرب في الافعال القويه. زي ايه؟ الافعال القويه مبدئيا كده كنا بنقول ان التغيير دايما بيحصل فيها مع ضمائر معينه اللي هي الدو والار والاس والزي. دايما الافعال القويه التغيير بيحصل فيها مع الدو والار والاس والزي. طيب وقسمنا لها مجموعين. عندي مجموعه الار تتحول فيها الار ولا مثال زي فيرب شلافن ينام ويجي فعلي يعجب بيه. هقول ايش شلافن دو شليفس من الاضعف او لو مع دو او اسم زي شليفت في وزي يرجع تاني شلافن ايه شلافت. يبقى الاضعف قلب او لو مع دو والاو والاسم زي. طيب عندي مجموعه ثانيه الاي بتتقلب فيها الاي زي اسم شبغاشن اسم ياكل شبغاشن يتحدث. هنتصرف بنفس الطريقة إيش أسر دو إيست أو اسم زي إيست فيرو زي زي أسر إير أست. عندي مجموعة ثالثة زي لازم وزين الإي بتتقلب إي إي زي هقول إيش لازم دو ليست أو اسم زي ليست فيرو زي زي لازم إير لست. طيب خد بالك من حاجة أنا هنا عندي الدو والأو اسم زي تصريفهم واحد ليس. طب ليه انا مع الدو ما زودتش اس؟ لان احنا اخذنا ان احنا لو الفيرب انتهى باس ست او ست او اس بحط مع الدو تي فقط بدلا من الاس تي. وعندي فعل كده بيجي لوحده اسمه نيم تي ياخذ. قال لك ان الاي بارتي بتتقلب بالاي ام فاقول ايش نيم دو نيمس دبل اب ال اسم زي نيمت فيرو زي زي نيم اير نامت. بعد كده اخذنا المضارع فيربي. اخذنا فعل واحد بس في المضارع فيربي اللي هي الافعال الناقصه او الافعال الكيفيه. تمام. وكنا اخذنا فيربي مشتل بمعنى يرى يتمنى. طيب تصريفه كنا بنقول دايما 1 equal 3. يعني ايه 1 equal 3؟ يعني ايش زي الار والاس والزي هو الترتيب بتاعه كده اهو. ايش نمبر 1 دو ار اس وزي ده الترتيب يبقى 1 equal 3. فلما اجي اصرفه هقول ايش مشتل دو مشتست ار اسم زي مشتر عشان 1 equal 3 بي زي مشتر اير مشتت. تمام. كده احنا شرحنا مجموعه الافعال اللي احنا اخذناها لحد موقفنا. تمام. لحد موقفنا مع منهج الوزاره يوم 15/3. تمام. يا ريت نذاكرهم كويس ونحل عليهم كويس. عندي في البوكلت بقى هنا هنحل الفاكس بتاعي على الاشكال بتاعتكم اللي هو مشكله البارتيكل والنيجاسيون. تمام. وبعد كده عندي في البوكلت برضه الفيرب نيجاسيون اهي افعال تصريفها وعندي افعال اقدر اتصرفها وعندي فيري اوت. هنحل الكلام ده كله هاوس اوف جاي. تمام. هحل بناء على الفاعل بتاع الجمله بتاعتي. تمام. نعمل الوصف ده وتبعتولي على الواتساب في الدعوة.